شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج محاكاة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضايا الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وشارك في نموذج المحاكاة أكثر من 60 شابا يمثلون الدول الممثلة بمجلس الأمن، حيث من المقرر أن يستعرض المنتدى نموذج المحاكاة الدولي على مدى 3 أيام من خلال 5 جلسات تناقش سبل مواجهة المخاطر التي تهدد السلام والأمن العالمي بسبب المنظمات والأعمال الإرهابية والهجرة غير المنتظمة والتحديات أمام الدول والمهاجرين وأثار الحروب على الشعوب والأمم وسبل الحد من مخاطرها على التنمية والشباب.